تجدد مخاوف الحرب التجارية واستمرار الضغوط على أسهم قطاع تكنولوجيا. ودخل قرار الحكومة الصينية بزيادة الرسوم الجمركية على 128 منتجا أمريكيا ب3 مليارات دولار دخل حيز التنفيذ بعد التصعيد الحمائي التجاري الذي انطلق من الولايات المتحدة. ورأينا مؤشرات وول ستريت تغلق على تراجع في المناطق الحمراء، تقلص بعض تراجعاتها عند الإغلاق. داو جونز تحديدا تراجع بنحو 460 نقطة عند إغلاق الجلسة بحوالي 2% بعد خسائر بأكثر من 730 نقطة خلال مدار الجلسة. نتابع أداء داو جونز يوم أمس. هذه حركة المؤشر، نلاحظ الهبوط القوي ب 730 نقطة هنا بمنتصف الجلسة تقريبا، ويعود إلى الإغلاق مع تعويض بعض التراجعات عند 23644 نقطة. نراقب أيضا أسهم التكنولوجيا التي شهدت ضغوطا قوية وتراجعات، لا سيما على تسلا، تراجعات بأكثر من 5%، نتفليكس أيضا وأمازون كان من أكثر الخاسرين من هذا القطاع، تراجعات ب5.25%، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ارتفاع أسعار التوصيل للشركة باستخدام هيئة البريد الأمريكي، وتوعد بإحداث تغييرات بهذا الإطار. كان أطلق تغريدة مع بداية الجلسة أمس وقال إنه سيطبق على الشركة نظام ضريبي خاص بها. نراقب أداء مؤشر ناسداك بالجلسة الماضية أيضا، ونلاحظ كذلك عملية الهبوط، تراجعات ببداية الجلسة بحوالي 193 نقطة، استمر المؤشر بالتراجع بشكل قوي وأغلق عند 6390 نقطة ليعوض قليلا بعض التراجعات الأولية القوية. أداء مؤشر الخوف كان شهد قفزة ملحوظة أيضا بالجلسة الماضية وارتفاعات ب 33%، وسط هلع المتعاملين بظل مخاوف الحرب التجارية والتصعيد بين القوى الاقتصادية الكبرى بين الولايات المتحدة والصين. الافتتاحية عند 23.6 وأغلقنا إذن بارتفاعات عند 25 نقطة خلال التعاملات، وذلك بارتفاعات ب 33%. ماذا عن العقود الآجلة بالسوق الأمريكي حاليا؟ نوعا ما مستقرة، لا تشهد تغييرات كثيرة. الضغوط انسحبت من الجانب الأمريكي على التداولات الآسيوية، وتراجعت المؤشرات بظل التأثير السلبي من مخاوف الحرب التجارية. نراقب المؤشرات في آسيا، ننتظر القائمة. ضغوط على نيكي 225 بنصف نقطة، هانغ سانغ مرتفع قليلا ويعود اليوم للتداولات بعد عطلة. أيضا في الأسواق العالمية نراقب سويا أسعار الصرف، اليورو على ارتفاع بعشرين نقطة، كذلك الاسترليني، بعض الضغوط على الدولار الأمريكي، الدولار مستقر مقابل الين الياباني، الين كان لقي إقبال كملاذ آمن بعد تصاعد المخاوف في الأسواق العالمية، والدولار يوان أيضا على استقرار. كان ولا يزال الذهب الملاذ الآمن الأفضل وقت الأزمات، فهو ملاذ للحكومات والمستثمرين على حد سواء. ورغم أن المعدن الأصفر بدأ مساره الصاعد منذ عام 2015، فإنه تعرض لموجات تصحيح قوية أفقدته بعض جاذبيته بعد الأزمة المالية العالمية قبل أن يعود لمساره الصاعد من جديد. فهل عاد للذهب بريقه في 2018؟ نتابع. منذ آلاف السنين انتزع الذهب لقبه ك